زوجك موجود؟ ايوه بيشتغل ايه؟ هو مش موجود دلوقتي؟ لا، في البيت في السيد. تمام، ما يعرفش. عارف اللي حصل طبعا لعبد الرحمن و... ايوه عارف، بس هو كده تعبانه شويه. اطمن عليكم يعني. الحمد لله. تقولي ايه للارهابي او الجماعه، جماعه حسب الارهابيه اللي عملت العمليه الارهابيه دي، تقول لهم ايه؟ الناس اللي سببوا، في ناس ما كملتش علاجها زي ما انت بتقولي، وناس مريضه، تقول له ايه؟ يعني تقولي ايه للارهابي اللي عمل كده؟ مش اول حاجه حسب الله ونعم الوكيل، بس انه تسبب في خضه اللي اتخضناها كلنا، واطفال اتخضتها، كل شيء حسب الله ونعم الوكيل. بالطلب ايه لعبد الرحمن؟ ولا حاجه، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. مش محتاجين اي حاجه في اي مستشفى هارمن وقايمه بالواجب معاكو؟ في اي حاجه ناقصاكو تاني؟ لا والله مش محتاجين. وده 5 تمام، بس حوالي على الساعه 11 كده او 11 ونص لينا اللي خبط مره واحده. انا كنت واخده السرير اللي تحت الشباك كده تحتي بالظبط، يا دوب بعملكم مليت عشان كان سخن، حطيت حوالي 40. راح لقيت الشباك زي كده، عبده كان نايم زي المنظر، حاجه فرق دبت جامد. عبده جه عليه 3 سواير ازاز وانا خويت منها، بس راح يعني الشباك لما جه قدامنا بين السراير عمل طبعا ما عرفتش اعد، قعدت اصوت الازاز سح دم من راسه ورجله. بعد ما جيت الازاز عليه قعدت اصوت الصراحه، الممرض جه يجري عليا خده مشي، اول ما نزلت بس رحت وراه لقيته خده في المركز عدى منه راسه اللي فيه اللي مش كان في حالات كتير معاكم في الاوضه بتاعتكم ولا احنا كنا 5 حالات. كم حد في حد اتصاب تاني؟ لا انا بس، كل واخد عياله وجري، وانا عشان كنت تحت الشباك بالظبط. انا بعد الانفجار بقى الناس عملوا معاكم في المستشفى، خرجوكوا ازاي ولا ايه اللي حصل؟ بعد ما هدينا شويه نزل من الناس من الخوف طبعا من الرعب، هدينا شويه نزلونا. بعد ينزلوكوا واحد واحد يعني؟ يعني نزلونا مع كل واحد واحد، نزلونا بقى لقيت عامل اسعاف وكده، ودونا كل واحد بقى على نفسه في مستشفى عامه، وبقى ومعايا ناس تاني، والباقي اتوزع على مستشفى. وجهوك ازاي على مستشفى هارمر؟ يعني قالوا لك انت هتروح هناك ولا توجهت ازاي؟ ايوه قالوا هنحول حالات على المستشفيات عشان ايه؟ مبقاش كلنا مستشفى واحده يعني. قالوا لنا تروح انت على هارمر. قالوا لك كده؟ ولقيت ورقك هناك وكل حاجه؟ ايوه، هم الممرضين كتر خيرهم الدكاتره تبعنا راحوا معانا. يعني ما كانش فيه، ما حسيتوش باي فرق، باي تقصير، لا باي لا حاجه، الموضوع مشي بسلاسه يعني؟ لا، الممرضين الصراحه راحوا معانا، الممرضين اللي راحوا معانا عشان الاطفال كانوا معلقين علاج، المعلقه كيميائي وما كملوش، معلقه ضد حيوي وما كملوش، راحوا معانا. واحد على السرير كان في ناس معلقه كيميائي وما كملتش بسبب الانفجار؟ راح هناك اداهم العلاج بتاعهم. يعني الحادث الارهابي ده تسبب ان في ناس ما كملتش علاجها؟ في علاج في اطفال كانت واخده على الدحاوي، في علاج انا عيال كانت لسه علقوا لي كيماوي في ربع ساعه، في علقوا لي يعني كله ان شاء الله الحمد لله، يعني علقوا لي كل حاجه. عرف اتصلت باسرتك هنا ازاي بعد الانفجار، او هم هيعرفوا هنا ازاي اللي حصل ليكوا؟ لا لا، انا اتصلت قلت لهم بس ما حدش يدري لي عشان معيش حد في البيت، سيب الأطفال معاهم هنا.